تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد بكم ومعكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة نتناول فيها أهم المستجدات والرسائل التربوية السيكولوجية النفسية الصحية الطبية لكل مشاهدينا الكرام المميزين والمتميزين، مشاهدي الصحة والجمال المحترمين الذين أقول لهم عذرا إليكم فما ضاعت مودتكم وما ابتغيت بغير الشوق عنوانا، يا من نقشتم في قلبي مودتكم وكنتم في قرار القلب سكانا، دعائي بظهر الغيب أهديه لكم وحبي لكم في الله عنوانا. طاب مساءكم مشاهدينا الكرام وتحية لكم مرة ثانية. الشخصية الكاريزمية وكيف تقود هذه الشخصية، يعني إيه شخصية كاريزمية وعلاقتها بالقيادة، إزاي يبقى شخص قائد ناجح وعلاقته بالكاريزما إيه، ده موضوع الحلقة النهاردة. ومتكلم عن الكاريزما بالمناسبة، يعني بنذكر شخصيات أنا الحقيقة ولن ننساها جميعا، يعني بنتكلم مثلا بداية عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه برنارد شو لو أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم موجودا معنا الآن لحل مشاكل المسلمين وهو يحتسي قدحا من قهوة، برنارد شو الكاتب الإنجليزي. شخصيات زي هتلر مثلا على سبيل المثال كان لها كاريزما، بغض النظر نتفق أو نختلف، جمال عبد الناصر، هتلر، نابليون بونابرت، عندنا شخصيات زي مهاتما غاندي على سبيل المثال، أبراهام لينكولن هذه شخصية الرئيس الأمريكي وكان ثاني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويليام شكسبير من الشخصيات أيضا. لكن اسمحوا لي في الأدب الإنجليزي يمكن ما انساش قرأت سريعا في جريت من أند وومن، في الأدب الإنجليزي رائعة من روعة الأدب الإنجليزي، وأنا بحكي وهنا الراوي بيحكي على مهاتما غاندي هذه الشخصية القيادية اللي قادت الهند، عمل إيه وليه التاريخ سجل مهاتما غاندي في التاريخ، لأن مهاتما غاندي ده رجع حقوق الناس السمر على سبيل المثال، وسوى بين البريد والسمر في حادثة لم ولن أنساها، لما هو كان بيحكي وبيقول ركبت قطار فيرست كلاس درجة أولى وإزبيب، وفاجأ إن حد بيمنعني بيقول لي لا مش مكانك اتفضل برا، ده مهاتما غاندي اللي بيحكي وبيقول صممت، ومن ساعتها بدأت طبعا في المحاكم الدولية شرقا وغربا يحاول يصول ويجول مهاتما غاندي حتى يعيد الحرية والإخاء والمساواة بين البني البشر. ده شخصية من الشخصيات على سبيل المثال. أسعد وأشرف معكم مشاهدي الكرام أن أتحدث عن الكاريزما وعلاقتها بالقيادة وأسئلة أخرى كثيرة مع السيد المحترم الدكتور ياسر عبد المنعم، استشاري تدريب وخبير التنمية الذاتية وإدارة الأداء الإنساني ومدير وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان والمدير الإقليمي للجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية فرع القاهرة. أهلا وسهلا دكتور ياسر، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك، تحية لسعادتك. حضرتك الله. لو قلنا في البداية دكتور ياسر اسمح لي، يمكن أول مصطلح مشاهدينا الكرام الكاريزما هو أتكلم عنه هو عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر، مش كده ولا إيه؟ وبيقول تحديدا مشاهدينا الكرام وتم استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى نوع السلطة المقترنة بشخصية القائد وما يمتلكه من مواهب ذاتية. في تقرير تاني بيقول كان المفكر السوسيولوجي والاقتصاد الأمريكي ماكس فايبر أول من كتب عن هذه النظرية معرفا القائد الكاريزمي بأنه من يمتلك قدرات فوق عادية وفوق طبيعية أو يعتقد الشعب أنه كذلك وله قدرة كبيرة على التواصل مباشرة مع الجماهير وكسب ولائها. تعليق دكتور ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين. أشكرك، أهلا وسهلا. الحقيقة عايز أقول حاجة مهمة جدا قبل ما نتكلم على موضوع الكاريزما. بداية الكاريزما هي مصطلح يوناني ويعني النعمة واللطف، النعمة واللطف. بدأ يتطور المصطلح ده حتى أصبح عبارة عن مغناطيسية الشخصية، تمام، أو الشخصية الساحرة، الجاذبية الطاغية، الحضور الطاغي. طيب مسألة الكاريزما إمتى بنحسها وإمتى بنستشعر إن الشخص اللي قدامي ده شخص كاريزمي؟ بلاش الشخص اللي قدامي، أنا كشخص، تمام، حضرتك كشخص. في بعض الصفات وبعض الحركات بلغة الجسد وخاصة بطريقة الكلام، أيوة، وطريقة الإلقاء، البادي لانجوج بقى، والبادي لانجوج ومصداقيتك في الكلام وطريقة تعاملاتك وعلاقاتك وقدرتك على التأثير وقدرتك على تفنيد بعض الأفكار الإبداعية الجديدة خارج الصندوق
ودي بيتميز بيها قوي الشخص الكاريزمي. بالمناسبه ثينكينج اوت بوكس او في تفكير خارج الصندوق دايما اتكلمت فيها في حته ازاي نخلق جيلا قادرا على تفكير خارج الصندوق، وده هيخلق بقى وزراء وهيخلق طبعا سفراء وهيخلق لنا يعني قيادات في كل مجال، مش كده ولا ايه؟ التفكير الابداعي والتفكير خارج الصندوق ده عايز حلقات. صحيح. وعايز صولات وجولات. لان في مبادئ للتفكير الابداعي ولكن هي طبعا هي احد صفات القائد الكاريزمي واحد صفات الشخصيات الكاريزميه. صحيح. الشيء الثاني المهم برضو لازم نعرف ان الكاريزما او نعرف كويس قوي ان الكاريزما مبنيه على حاجات مهمه جدا. زي قوه الشخصيه. ايوه. تقدر تميز الكاريزمي بقوه شخصيته، قدرته على التاثير في الاخرين. ايوه. قادر انه يقول لا، عنده القدره على انه يقول لا، عنده القدره على انه يتعامل مع الشخصيات باسلوب خارج الصندوق. تمام. دائما تجده يبتسم مع الاخرين. مستمع ومنصت جيد، عنده فن الحوار وفن الكلام. وفن الكلام لا يعني استخدام الالفاظ المنمقه والكلمات الرنانه. ايوه. فن الكلام هو حسن الانصات. اذا يعني إذا تحدث انصت اليه. بالظبط. هو أيوة. ده فن الكلام حتى تمام. تفهم ليس ك بعض الناس بيحب يتكلم خلاص يعني. لا، هو بينصت عشان يمسك حاجه معينه او يمسك ثغره فيك. لا، اللي بينصت لازم يفهم عشان يبقى عنده قوه الحجه وقوه الرد. صحيح. تمام. الشيء الثاني والاهم، في انماط وفي انواع للكاريزما. الكاريزما مش اسم رنان وخلاص. احنا بنستخدم عموما كلمه كاريزما في حياتنا. ده فلان عنده كاريزما. عنده كاريزما. ده فلان اصلا ده عنده كاريزما. طب هل انت تعرف الكلمه دي انواع الكاريزما رايحه في مكانها ولا لا؟ بالظبط. ولا بتقولها خلاص؟ لازم نعلم شيء مهم جدا، ان الكاريزما فطريه من الاساس. طب هل احنا ممكن نقدر نتعلمها؟ نقدر نصنع شخص كاريزمي؟ تمام. نعم، نستطيع ان نجعل من الشخص شخصا كاريزميا. تمام. في بعض انواع الكاريزما، في نوع زي كاريزما النجم، شخصيه معينه مشهوره، هنقول مثلا زي سيلفستر ستالوني، زي ارنولد شوارزنيجر مثلا، زي توم كروز. الشخصيات دي لبست الكاريزما في بسبب الشهره بتاعتها. أيوة. شهرته كفنان بالزبط. كممثل تمام. بقى اصبح عنده قدره على التاثير في المشاهدين. الحاجه الاهم من ده، طيب الشخص ده لو ما كانش اصلا نجم، هو ده السؤال بقى نساله، طب ده كان هيبقى كاريزمي؟ لا، دي اسمها كاريزما النجم. النجوميه هي اللي بتصنع كاريزمتك. صحيح. في كاريزما تانيه اسمها كاريزما الزعيم. ايوه. زي الرئيس جمال عبد الناصر. زي المهاتما غاندي. زي مارجريت تاتشر. صحيح. زي هتلر. طب الناس ايه الفرق ما بين دي وبين دي؟ زي سيدنا عمر الخطاب. زي سيدنا عمر بن الخطاب مثلا، عمر بن عبد العزيز. ولكن هناك علي بن ابي طالب، الصحابه كان فيهم قيادات بالمناسبه دايما. بالظبط. بس ساعات بعض الناس بتلجا للايه؟ للغرب. يعني ساعات بحس ان احنا بنميل شويه للغرب، رغم ان هم لما بيرن شو على المستوى العالمي يتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيرن شو مثلا على سبيل المثال. بالظبط. فيعني المستوى التاريخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء والرسل واولياء الله الصالحين. بس انا اقصد ان كاريزما الزعيم هي كاريزما الفكره. تمام. الفكره يعني مثلا الرئيس جمال عبد الناصر كان عنده فكر الاشتراكي. ايوه. المهاتما غاندي كان عنده فكر الرحمه والموده والمساواه بين الناس والمساواه والعداله على قدم وساق مع بعضها البعض وهكذا. هتلر كان عنده برضه فكره انه الشعب الالماني هو والهيمنه والسيطره. بالظبط. هو شعب لا يفوق احد. في كاريزما بقى نوع من نوع تاني اسمها كاريزما القائد. اللي هو الكاريزما المؤثره. تمام. الكاريزما اللي لديها القدره على تحويل الاتجاهات، تغيير الافكار. ايوه. القدرة على انك تكون قادر على تغيير الفكر ده from A to Z. زي رئيس السادات. الله يرحمه. رئيس السادات كان كاريزمي. وكان على فكرة كان لا يلتزم بالبروتوكولات العالمية. صحيح كتير. وكاريزمته احيانا كان في زيه. واسلوب كلامه. واسلوب كلامه طبعا. أيوه. خلي بالك ان في برضه كاريزمة صوت. كاريزمة صوت بمعنى ايه؟ يعني هنفترض تفكر حضرتك احمد سمير، المذيع احمد سمير مثلا رحمه الله عليه. شوف طبعًا. كان بمجرد ما بيجي يقول الكلمه قارئ نشره اخبار تلفزيون المصري احمد سمير. بالزبط. ومحمود سلطان وجيل ده. ايوه بالظبط. اللي اتعلمنا منهم يعني. زي عفه، زي بسم الله الرحمن الرحيم اسمها همت مصطفى. همت مصطفى. اللي كانت دايما تعمل لقاءات مع السادات. بصي يا همت يا بنتي. بالظبط. الناس دي كانت عندها كاريزما الصوت. صحيح.
صحيح. الحاجة الأهم من ده بقى، وهنا الصوت اللي بيستخدمه بالمناسبة بنسميه في طبقات مش وان ويف، مش طبقة بالزبط. واحدة، لا ده بيقدر يتحكم في طبقات صوته عشان يوصل لك الفكرة ويوصل لك المعلومة، وهو وده الهدف. يعني الفنان أحمد زكي تعب على ما وصل لأداء السادات، لدرجة أن طبعا السيدة جيهان السادات لما دخلت بالمناسبة الحجرة في أحد البروفات يعني اتخضت، استشعرت ان السادات حضر، لقيت بالظبط كاريزما السادات، وانا بتكلم عن كاريزما. أيوه. ايه ده للدرجه دي؟ لانه تقمص احمد زكي طبعا الفنان الراحل رحمه الله عليه شخصيه السادات. لا وكمان السادات كقائد كاريزمي قدر ياثر في اعدائه اكتر من احبائه. صحيح. يعني اثر في مناحم بيجن، اثر في المغرور اللي هو اللي كان مشديان. مشديان. لدرجه ان هو كان السادات رايح لهم في داخل الكنيسة وهو بيتكلم، اتفرج على قمة الكاريزما القيادة. صحيح. هو بيتكلم وبيقول جئتكم اليوم على قدمين، على قدمين ثابتتين. يا سلام. ده كمان ده غير ان في حاجات في الأروقة الخارجية. تمام. صحيح. داخل أروقة الاجتماعات. مظبوط. كان لابس كرافتة عليها علامة النازية. نازية. ولكن مش باينة قوي، وطلبها تحديدا يعني. وكان بيكلم موشي ديان وكان مخليه يشوف العلامة دي. وكأنها رسالة فحواها. أيوة. خلي بالك. أيوة. صحيح. احذر. صحيح صحيح. طيب استاذ سماح مجيز اهلا وسهلا. ايوه لو سمحت ممكن اسالك دكتور؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، ازاي اتعامل مع الشخصيه العنيده؟ ويعني ممكن لو حضرتك مثلا تتكلم معاها بيتغير الكلام في المحمل تاني ويرجع بقى يتردد في ايه اللي وقال و مشاكله، يعني كلام من ده، فانا اتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ طيب ده على المستوى الزوج مثلا ولا على مستوى الابناء؟ لا لا على مستوى الاسره بس مش الزوج. مش الزوج. تمام. لا. طيب شكرا ليكي يا استاذ سماح. طيب ممكن نعيد صياغه السؤال تاني؟ هي بتسال بتقول تحديدا ازاي اتعامل مع الشخصيه العنيده؟ يعني في شخص دايما بيتلاقيه متشبث برايه، هو عنيد الراي، هو صليب الراي. نعم. فتتعامل ازاي مع الشخصيه دي؟ الشخصية العنيدة أفضل شيء للتعامل معاها الحل الوسط. بمعنى؟ لازم يحس بالرضا. لأن الشخصية العنيدة دائما شخصية مجادلة. أيوة. وشخصية دائما تبحث عن ذاتها، ما تبحثش عن الحل. جدال سفسطة يا دكتور ولا جدال؟ لا لأنه عنده قوة إقناع. يعني أنا النهاردة مع حضرتك قاعد، حضرتك بتقول لي الدنيا ليل. أنا أقول لك لا ده الدنيا نهار. أنا كمجادل. تيجي تقول لي أهو الواقع قدامك أهو الدنيا ليل. مظبوط. اقول لك لا ما هو ليل في مكان تاني في امريكا مثلا. انا صح. ده العناد اللي ضرب بالمناسبه بين كاثرين وبتريشيو في رائعه من روائع الادب الانجليزي اللي هي تيمينج اوف ذا شرور، ترويد الشرسه. نعم. اللي خدها طبعا رشدي اباظه وعمل او من حول. أيوه. يعني عشان يروض زوجته اللي هي لبنى عبد العزيز، طبعا طبعا الروايه مخدوقه متاخده من الادب الانجليزي، فجابوا شخصيه لبنى عبد العزيز اللي هي ازاي تبقى مطيعه ايا ما يكون، صح. نعم. او غلط يعني. نعم. مش كده ولا ايه؟ بالظبط كده. تمام. فهو دائما الشخص العنيد هو شخص مجادل. ده لابد ان تتعامل معاه بنوع من الحياديه. انت صح ولكن. كلمه ولكن دي هي بصمتك انت. شوف الاسلوب بقى، يعني انت طبعا. صح بعمل هنا يعني تاكيد بالظبط على لأن حاجه، لان ده فن التفاوض. وفن الاقناع. صحيح. لازم يكون عندك، خلي بال حضرتك في حاجه مهمه جدا احنا بننساها، ودي موجوده كمان يمكن شيء بشيء يذكر. موجوده في الشخص الكاريزمي. ايوه. القدره على الاقناع. صحيح. الاقناع يعني ايه؟ انك قادر انك توصل لي رايي او الراي بتاع، انا قادر اوصل لك رايي بطريقه ما بناء على تحليل ودراسه واقنعك بيها واخليك متفاهم جدا معايا ولين ومرن معايا، وتخليك تغير من مفاهيمك نفسها. بالظبط. يعني انت كان عندك كونسبت معين يتغير لان حضرتك مقنعني. يعني مش كده، ما هي ليها طرق. بيرسويسيف كاركتر، يا شخصيه مقنعه. في نوع من في حاجه اسمها طرق للاقناع واساليب ومسارات للاقناع. طبعًا. زي طريقه التكرار. يعني تخيل حضرتك كده في مدرسه لما المدرس واقف في الطابور، اقف ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، تلاقي الكل من غير تفكير بدا ايه؟ يقف. أيوه. الولد على واقف مثلا او البنت واقفين على باب الجامعه، ومثلا في الظروف اللي احنا فيها مش لابسين كمامات. فالكمامه لو سمحت، الكمامه بتبدا ايه؟ يبدا. أيوه. على طول. طب ما يفكرش يقول الكمامه ليه؟ خلاص هو خد الاوردر. مظبوط. خدت بال حضرتك؟ مظبوط. في طريق تاني او طريقه تانيه اسمها طريقه الهوك للتعامل مع الشخص العنيد. ردا على سؤال الاستاذ سماح. بالظبط كده. وانت بتتكلم معاه دايما استشهد له بحاجات هو عنده يقين بيها. وليكن مثلا ايات من القران. تمام.
اصفار من اصفار الانجيل. خش لهم المفتاح بتاعه يعني. خش لهم. لا هو في مفاتيح مفتاح معينه في علم التواصل الاجتماعي بقى. امتلك مفتاح. الله ينور عليك. في مفاتيح معينه ما تقدرش تقول فيها لا. يعني ما ينفعش النهارده اقول لك قال الله وقال الرسول تقول للشعراوي قال مثلا. لا. مثلا في امور معينه. ده نص. وده بياخدنا الدكتور بنزل دكتور ياسر لبعض الزوجات اللي بيتابعونا دلوقتي تقول انا مش عارفه اعمل جوزي مع جوزي ايه. مش بس الاستاذ سماح. تمام استاذ سماح مش كل على جوزها، انا بسالها جوزها اللي هو يعني لو انت حضرتك امتلكت مفتاح زوجك وكلنا لنا مفاتيح بس ليه تكات زي المفتاح كده ليه تكه في شفره، لو عرفتي تمتلكي مفتاح زوجك صدقيني الحياه هتبقى ورديه تماما وهتمتص الصدمات وهيبقى الدنيا يعني فليكسبل مرنه جدا، مش هيبقى فيه النزاعات والصراعات اللي احنا بنشوفها ولا ايه دكتور؟ ودي من صفات الشخصيه الكاريزميه. ايوه انه مرن صحيح. ويقال في علم النفس ان اكثر الناس مرونه اكثرهم تحكما في الامور. صحيح. محمد من القاهره اسمح لي. اهلا وسهلا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ عايز استفسر حضرتك على حاجه من الدكتور معلش. اتفضل يا استاذ محمد. هو حضرتك دلوقتي انا عندي مشكله ان انا عصبي زياده قوي وعنيد، ولما حد بيقول لي على حاجه ممكن اتنرفز واغلط في الكلمه وما بعرفش اعمل كنترول على نفسي. مع انك شكلك هادي يا استاذ محمد يعني. لا انا مش هادي والله، بس لما حد بينرفزني بغضب عن شعوري واغلط فيه جامد. انت متجوز يا استاذ محمد؟ اتعصب فانا عايز اعمل كنترول على عصبيتي. استاذ محمد انت متجوز؟ انا متجوز. بقالك عامل لي مشاكل في شغلي مثلا، بتخانق مع الناس مع الشغل في الشغل ومع مراتي مثلا على طول خناقات وكده، ما بعرفش اعمل كنترول حضرتك. تنفعل دايما يعني. بانفعال جامد لو حتى يعني. فحضرتك يعني لو في مثلا ايه ده مثلا حضرتك ها معاك مع حضرتك سامعني حضرتك؟ معاك اتفضل. يعني لو في عنوان للدكتور مثلا اروح له العياده او حاجه. تمام تمام. لا انا مش دكتور نفسي. طيب عموما هنرد عليك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. طبعا دكتور ياسر مش لا انا مش دكتور ما فيش عياده يعني نفسيه او كده. طيب عموما شكرا ليك يا استاذ محمد. الشخصيه الانفعاليه بقى يعني من عناد للشخصيه الانفعاليه اللي هو بيعترف ان هو انفعال، والاعتراف بالحق فضيله مع زوجته مع اولاده في البيت، يعني حله ايه هو واقرانه؟ لازم نضع في اعتبارنا حاجة مهمة جدا. ان لكل فعل رد فعل. تمام. مفيش حد بينفعل من لا شيء. هتجد دايما الشخص الانفعالي او الشخص العصبي او الشخص اللي بيتنرفز بسرعة. ايوه. والشخص ده بيبقى فيه مؤثر عليه. تمام. كويس. هنختصر الامور، يحاول بقدر الامكان وهو قاعد، مش عيب على فكرة انا هقوله دلوقتي، ان هو يقف قدام المراية ويتكلم مع نفسه. دكتور احمد عكاشة سمعت دي كتير بس يعني كان مين هيعملها أوي. مين هيعملها؟ لا سهل جدا. ساعات الانفعالي خليني اقول لحضرتك على حاجه، هاجي اسيب الموقف الانفعالي دكتور ياسر. لا لا انا بتكلم على تدريبات ما قبل تدريبات ما قبل. يعني تمام. انت عامل عمليه ستاند باي لاي موقف يحصل لك. جميل. مثلا هنفترض النهارده احيانا كل واحد فينا بيمر ببعض التحديات. ايوه. وبتبقى محتاج ان انت تصرخ، محتاج انك تبكي، فبتستشعر يعني بالظبط، بتبقى مكسوف شويه او خجلان او عندك بعض الحياء، انك ممكن تخش في اوضتك، ممكن تتكلم مع نفسك. تمام. وممكن تجيب حاجه تضرب فيها تطلع الطاقه السلبيه اللي جواك. لو عايز تصرخ اصرخ جوه المخده لو مش عايز حد يسمعك. جميل. او الرياضه بقى. الرياضه دي حاجه ثانيه، احنا بنتكلم في الشيء الايه يعني اللي هو المتاح. انت عارف ان الشعب المصري عندنا احنا مش غاويين رياضه بمعنى زي زي الفكر. صحيح. استاذ محمد لو مارس سباحه بالذات هتطلع كل الطاقه السلبيه. الجري صح. والملاكمه. ايوه. والكاراتيه، كل الالعاب العنف دي يقال عليها العاب عنف. تمام. ولكنها بتخرج طاقه رهيبه جدا. وعلى مزبوط. فكره كل الشخصيات اللي بتلعب رياضه عنيفه بتجدهم في غايه ريلاكس تماما يعني. صحيح. استاذ محمد من القاهره اهلا بيك يا استاذ محمد. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كنا عايزين نسال حضرتك بس عن ازاي نقدر نزرع في اولادنا واطفالنا فكره السمات بتاعت الشخصيه الكاريزميه، وان هم يكتسبوا ثقه في انفسهم من دلوقتي بحيث يكونوا يعني يقدروا كده علامه مميزه زي حضرتك. تمام. اشكرك يا استاذ محمد، سؤال مهم والله، شكرا جزيلا. ازاي يزرع في ابنائه يكونوا شخصيات كاريزميه دكتور ياسر؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. يعني يعمل ايه تحديدا عشان تقدر تزرع في اولادك الكاريزما من البدايه؟
حملهم مسؤوليات. تمام. حاول بقدر الامكان تغذي فيهم القدره على التاثير. بلاش العصبيه معاهم. بلاش انت عملت غلط. في بعض الاسر بيخش مثلا شايف ولاده ما بيصلوش. انت ما بتصليش ده انت هتخش جهنم، ده انت ونهر يبقى نهر جديد يعني. ليه كده؟ ينهارهم نهر جديد. يعني في مفاهيم. بص يا دكتور ابراهيم، اذا غيرنا الافكار او بمعنى ادق غيرنا المفاهيم، اتغيرت الافكار، اتغير العاده، هتتغير السلوكيات. مظبوط. كويس. والاتجاهات كمان. خلينا نضع في اعتبارنا شيء مهم جدا. هل النهارده لو استخدمت اسلوب مختلف عن اللي انت بتتكلم بطريقته، مثلا انت لو ما صليتش هيحصل لك كذا، طب ايه المانع ما تيجي تقول هيا يا جماعه مين عايز يخش معايا الجنه؟ ايوه، نخش جوه نصلي مع بعض. وتعليم القدوه احسن. بالزبط. يعني يعني مثلا حضرتك صلي، وما اروع ان انت تلاقي مثلا ابنك يصلي وراك. جميل. مش كده ولا ايه؟ التعليم بالقدوه يعني. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. أيوة. ودي دعوه للصبر على الابناء. انت بتزرع النهارده او بتربي اب لبكره. صحيح. معلم لبكره. كلام مهندس مزبط. وطبيب لبكره. اذا النهارده كسرته، فين هيبقى في التفكير الابداعي؟ فين التفكير خارج الصندوق؟ واز سوس ويل ريب يعني، كما تزرع تحصد. بالظبط. استاذ احمد من القاهره، اهلا وسهلا. استاذ احمد. استاذ احمد معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ سؤالي لحضرتك بس، ازاي يبقى عندي ثقه في النفس وما بقاش مكسوف؟ احمد ده في سنه كام يا احمد؟ عندي 13 سنه، وسنه 6 ودخلت اولى اعدادي. ما شاء الله. كويس انت قاعد بتتابعنا يا احمد، يعني مش بتتابع مثلا افلام مسلسلات ماتش كوره؟ ايه اللي بيخليك بتتابعنا يا احمد بصراحه؟ بصراحه برنامج حلو ومشوق. اشكرك يا احمد، حلو ومشوق. اشكرك يا احمد والله، وده احنا عاوزينه يا احمد بجد، نخلق جيل مثقف زيك يا احمد. فانا بشكرك انت متابعنا يا احمد، اشكرك شكرا جزيلا. وهرد عليك، ثقة بالنفس احمد يعني عاوز يعرف ازاي يتعلم يكون عنده ثقه بالنفس. هو واضح ان هو حد بالمناسبه يعني 13 سنه ما شاء الله عليه، بس شكله بيعاني. انا مستغرب ان طفل زي ده قاعد متابعنا يعني. ولا غلطان دكتور؟ ده حقيقة. نقول له ايه يا احمد؟ بص يا احمد، هو لابد ان تضع في اعتبارك شيء مهم جدا. اذا اردت ان تكون عندك ثقه بنفسك، لازم تكون مصدق ان انت عندك ثقه بنفسك. صدق نفسك الاول. افعل الشيء وما تخافش، بس افعل الشيء الصح. دايما حط في اعتبارك ان الاخطاء هي خطوات النجاح. مظبوط. دايما التحديات هي وقود النجاحات. ما هو ايه اللي بيخلي الانسان ما يوثقش؟ يعني الخطا ما يخلينيش يا احمد احبط. لا يعني زي ما قال كده الكاتب الانجليزي رادياد كيبلينج، ستارت فروم ناثينج، يعني ابدا من لا شيء. دي حقيقه. مش كده ولا ايه؟ لازم يضع في اعتباره شيء مهم جدا. ان الخطا وارد. صحيح. احنا زي ما خطأناش النهارده مش هنتعلم. طبعاً. الخطا هو معلم النجاح. والوالدين دكتور اليسوا اللبنه الاولى لزرع الثقه بالنفس في اطفالهم؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. الوالدين، الاصدقاء، المدرسه، وسائل الاعلام. ايوه. الشخص نفسه. الله عليك دكتور. صحيح. في اللحظه دي لو النهارده انبتت النبته دي وزرعت فيها حاجه كويسه، ما ساعات بنقول مثلا ايه ده احنا معلمينهم مربينهم وادينهم مش عارف كذا وكذا وبيعملوا كذا وجايبين لهم كل حاجه. ولكن في المدرسه ظنا من الاباء ان انت جايب كل حاجه كده بيبقى هم كده اتصنف. لا خليني اقول حاجه حضرتك، حاجه مهمه جدا. ده في النهارده استراتيجيه بتتعامل، او فيتامين اسمه فيتامين لا. فيتامين تربوي بالمناسبه. فيتامين تربوي. انت كل 10 طلبات يطلبها الطفل هات له منها 3. لا لا طب مهمه جدا. استاذه شيماء اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. دكتور ياسر ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. انا حابه اشكر دكتور ياسر جدا، وعايزه اقول لكم ان هو فعلا فعلا قبل كل الطلبه عندنا في الجامعه، وهو عارفني. ده اعتراف بقى على طبعا. مين حضرتك؟ انت شيماء. شيماء في سنه كام؟ في دفعه سنه كام؟ طالبه في سنه هو انا خلصت كمان ما شاء الله. تمام. زرع فيكوا ايه بصراحه دكتور ياسر؟ بصراحه دكتور ياسر زرع فيكوا ايه يعني؟ دكتور ياسر زرع فيا اول حاجه بجد الثقه بالنفس، واني اكون اجتماعيه جدا. تمام. بتعلم منه كل يوم حاجه فعلا والله العظيم بجد، مش بقول كده. دكتور ياسر قبض كل طالب عندنا ما شاء الله. في حد بيحتاج منه اي حاجه لما بينصحه ونوديهم، وعايزه اقول له ان هو ملهمني
وهو يعرفني لما انا اقول له هو اللي هو مهم فعلا. بجد حضرتك منوره دكتور ياسر. الله يعزك يا رب. حضرتك كل خير. تسلمي. شكرا ليكي بجد لهذه الكلمات شيماء اللي استحقها دكتور ياسر بالفعل بشهاده حق طبعا من احد طالبات في الجامعه لحضرتك طبعا فشهاده انا اعتز بيها بامانه لان دكتور ياسر سيماهم في وجههم بجد يعني. اي نعم اول مره نلتقي لكن بيبان ولكن انا اشكرك مره تلفت ان شاء الله. الله يكرمك والله يا دكتور. تشكر الاستاذ شيماء وحضرتك ذكرتها. شكرا شيماء جدا وجزاك الله خير يعني مش عارف اقول لك ايه ولكن يعني اكيد الشعور متبادل يعني. قال كلمه السر في الاخر عشان تفتكرها. انا مش فاكر ما سمعتش الصوت ما سمعتش الحته الاخيره دي. تمام تمام بس يعني الصوت مش غريب عليا طبعا لكن من اهم ما قالت ان ملهمي دكتور ياسر. يعني ايه ملهمي؟ كلمه كبيره. عارف يعني ايه ملهمي؟ دي القائد ملهم. نعم. مش المدير. نعم. وطبعا لو اتكلمنا عن الفرق بين القائد والمدير دي قصه كبيره. لا قصه ثانيه كبيره مش كده ولا ايه؟ وانا اتكلم فيها انا إن شاء الله. لسه كنت اقول لحضرتك ان في كلمه ليه قالت ملهمي المدير. بصراحه خلينا نتكلم يعني بصراحه تمام وده حقك دكتور ياسر. ليه قالت ملهمي؟ كلمه اثرت فيه قوي. خليني اقول لحضرتك على حاجه. انا تعاملاتي اصلا على مستوى الطلاب لازم بتعلم مفرداتهم. مفرداتهم عشان انزل للمستوى العقلي بتاعهم. مش عيب دكتور. لا لا خالص زي ما يقولوا البعض يعني ازاي تنزل بالمستوى وازاي تنزل بالمستوى والاسلوب اللي لا انا اقصد الاسلوب اللي هو الدارج بين الطلبه في المدارس والجامعات. تفكر ازاي هتوصل مش للمستوى ازاي تفكر توصل لهم. انا النهارده لو اتحدثت مع واحد سي مثلا هنفترض واحد من العامه وكلمت معاه باللغه العربيه الفصحى ايوه او واحد عادي بتكلم معاه بالانجليزي مثلا او بطريقه ان انا مثلا ده انا واحد مثلا محاضر ولا استشاري ولا مش هيقتنع بيا. لكن لازم اتعامل معاك وفق لكل مقام مقال. لكل مقام مقال ومش كده وبس ده انت بتتعامل معاهم وتفهمهم النصيحه ما تبقاش قدام الناس يعني. صحيح. في بعض الاخطاء ممكن تحصل مش لازم اقولها قدامهم لازم بزبط. واحد بزبط. واحد كده ومع بعضين يعني. استاذه حبيبه اهلا وسهلا. استاذه حبيبه طبعا. عليكم السلام. عليكم السلام اهلا بيك. لا اقفي في مكان في شبكه يا حبيبه. ازاي اتحكم في الغضب؟ ازاي اتحكم في الغضب؟ ازاي اتحكم في الغضب؟ الغضب حبيبه انت كام سنه؟ انا 14. 14 سنه مثلا تاني اعدادي ثالثه اعدادي؟ تاني اعدادي. بتغضبي ليه يا حبيب؟ ايه اللي مزعلك يعني؟ بتعصبي. طيب هنرد عليك يا دكتور ياسر. شكرا لك يا حبيبه بس ما تزعليش بابا وماما اهم حاجه يعني. شكرا ليك دكتور ليه ياسر. ليه الناس النهارده عنيده ليه الجيل اللي طالع وعصبيه زعلان يعني. لا هو في حاجه اسمها فن اداره الغضب. تمام. لما بتيجي تغضب بتعمل ايه؟ خلينا نتكلم بلغه الى حد ما درجه بعيده عن المصطلحات العلميه. انت لما بتغضب النهارده بتفقد حاجات كتير قوي. لازم يبقى عندك في حاجه اسمها ثبات انفعالي ولازم تتدرب على كده. ايوه لازم تكون تضع في اعتبارك ان النهارده وانا بتكلم معاك الكلام اللي بقوله لك وحضرتك هترد عليا انا السبب فيه. والثبات الانفعالي ده كلمه كبيره. هل ممكن اتدرب عليها يا دكتور؟ طبعا طبعا. الثبات الانفعالي ده سهل محتاج يعني محتاج نوع من المرونه. ايوه قدره على التعامل مع الشخصيات الصعبه. وانت بتتكلم مع الشخصيات تستخدم دايما الفاظ ومفردات الى حد ما لينه مرنه هينه. تتعامل دايما بطريقه مثلا فيها نوع من الحب والود. تمام. وانت بتتكلم ابتسم. الشخص الكاريزمي شخص بيبتسم. ايوه شخص دائما بيتعامل بالبادي لانجوج. وانت بتتكلم مع الناس اتكلم دايما اظهر ايدك لان ظهور الايد ده فيه مصداقيه الناس هتصدقك. صحيح. وانت كده وانت كده وانت حاطط ايدك ورا مش معبر. لا انت كده مش معبر مش هتفقد مصداقيتك. مظبوط. في استراتيجيات حتى للتعامل مع الناس. لو النهارده عايز تتعامل مع طلبه انا دايما اقول ان عبقريه المدرب والمعلم تتجلى في حسن التبسيط والتوصيل الدليفري. فبالتالي لابد ان نضع في اعتبارنا وانت بتتكلم مع الشخصيه دي انه انسان. صحيح. تمام. يغضب و... أيوة. ويصول ويجول بالزبط. وبيفرح وبيزعل يعني في انسان. تمام. ناخد الاستاذ بسام اهلا وسهلا. طيب شكرا ليك يا ابن الخط القطع. اتفضل دكتور. نرجع بس لحضرتك كنت بتتكلم على الحبيبه ازاي ما تغضبش ما تزعلش. خلينا نتكلم بصوره عمليه شويه. نسال نفسنا الاول دايما اي شيء بيحصل لنا او اي اثر او اي مؤثر بيحصل لنا. أيوة. نسال نفسنا ليه؟ ما أيوة. ادركت المشكله
يبقى انت كده حليت 50% منها. تمام. في ناس تانية مش يعني جميل قوي ان هم مدركين ان هم عندهم الحاجه دي. دي 50% المشكله. انت عارف انت عندك حط ايده على المشكله بالظبط. شخص خلي بال يعني. حضرتك حاجه مهمه قوي، الانسان اللي بيبقى حاسس من جوه هو بيغضب هو مدرك ان هو بيغضب، مش غير ان واحد تاني بيكابر يقول لك لا انا مش بغضب ولا حاجه. اصل انا كده. ايوه كلمه انا كده دي حط تحتيها خطوط حمراء كتير قوي. لا، جبل الانسان وفطر على التغيير. زي الاستاذ سامح لما كانت تقول الشخصيه العناديه، من العناد ان انا ما اعترفش بطبيعتي. بالظبط. زي مصطلحات كتير في حياتنا تلاقي واحد يقول لك ايه اصله ده قلبه طيب اللي في قلبه على لسانه. على لسانه. طب انت كده بتوصفه بتذمه ولا بتقول حسنات فيه ولا بتقول فيه مميزات؟ لا ده انت بتذمه. ايوه، لان اللي في قلبه وحش فطلع الوحش يبقى هو وحش. مش بيقول لك اللي في قلبه على لسانه، ما هو ده مصطلح دارج داخل المجتمع المصري. بيقصدوا ايه دايما دكتور ياسر؟ اللي في قلبه على لسانه انه عفوي. احنا بنتكلم على مصطلحات دارجه. ما بيقدرش يعمل كنترول فبيرمي الكلام يعني. ما هو اللي بيرمي الكلام ده. اللي بيرمي الكلام ده هو جواه كلام وحش. تمام. فبالتالي بيطلع اللفظ مش كويس. مزبوط. ناخد امنيه اسمح لي؟ اتفضل. اهلا وسهلا استاذ امنيه. الو. ايوه. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دكتورة أمنية، أهلا أهلا وسهلا. أمنية عبد الرازق. طبعا دكتورة أمنية عبد الرازق، تحية ليكي طبعا منورانا طبعا. ازيك يا أمنية؟ ده شرف لينا والله تواصلك معانا، ده شرف لينا والله. جميل جميل. حضرتك أول مرة تقابل دكتور ياسر ولا عارفين بعض؟ لا طبعا عرفت والله. طبعا. ما أنا استغربت إن هو بيقول لي دكتورة أمنية عبد الرازق، هو عارف حضرتك كويس يعني كمان. طبعا طبعا. ازيك يا أمنية؟ تعليقك بقى على الشخصيه الكاريزميه والقياده دكتوره امنيه، نستغل وجودك معانا. على طول كده نستفيد يعني. وخصوصا للمراه يعني، وخصوصا لحواء يعني، حضرتك الجانبي في طرف حواء، هل لحواء كاريزما؟ خلينا نقول ان الكاريزما بحسها اكتر ان هي حاجه او موضوع من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بيكون في ناس تدرب عليها كتير. مش هنقدر نقول كل الستات، مش هنقدر نقول كل الرجاله برضه عندها حته الكاريزما، حاطه الكاريزما. تمام. الستات معروفه دايما ان هي فيها جزء اساسي قوي لما تدخل اي مكان، وخصوصا لو هي عندها او متعلمه فنون الاتيكيت، وخصوصا لو هي عندها فنون الاتيكيت دي معقده. ايوه. فهنا بنقدر نقول ان الانثى او الحواء بتتمتع بكاريزما عاليه. طبعا دكتور ياسر برضه مش هقدر ان انا اتكلم اكتر من كده عشان دكتور ياسر. صحيح. تمام. يعني كده يعني دكتور ياسر انا حضرت معاه محاضرات في جامعه كنوان. يعني بصراحه لا، حد بجد جميل وانسان محترم وخبير جدا. الله يعزك. ناخد منه علم والله. ما بيخالف على حد، دي معلومه بس صغيره. لا، بيتعامل معامله فوق لينا. الله يبارك فيك. شهاده حق طبعا، وكفايه انه خرج جيل زيكم بصراحه دكتور امنيه يعني. الله يعزك بجد يعني. خليك يا رب يا دكتور امنيه. الله يخليك. شكرا يا امنيه. شكرا يا دكتوره امنيه، جزاك الله خير. العفو. لنا لقاء قريبا ان شاء الله. شكرا دكتوره امنيه عبد الرازق طبعا. الاخصائي النفسي كانت معانا في حلقه، وشرف ليا بصراحه فاجئتنا بالمكالمه والله، مش مرتبين معاها ولا حاجه، هي اتصلت بالصدفه. لا ده دكتوره امنيه دي بشكرك بجد دكتوره امنيه والله يعني. واعتراف طبعا ان هي كانت طالبه عند حضرتك وتعلمت والله يعني. انا حضرتك. اول مره تعرفت عليها كان في الملتقى القمي الثالث لمدربي المستقبل. تمام. ده كان حاجه كده زي بيقولوا خارج الصندوق شويه. احنا دايما بنتكلم على ملتقيات خاصه بالطلبه في النواحي الرياضيه، في النواحي الاجتماعيه، لكن مدربي المستقبل، لمدربي المستقبل، مسابقه الطالب المدرب حلو على مستوى الجامعات المصريه. رائع جدا. وكانت هي ده كان فين دكتور؟ عندنا في الجامعه، جامعه حلوه تبع وحده برامج التنميه البشريه. ده كان من ضمن الحمد لله بفضل الله يعني من ضمن افكار الخاصه بيا خارج الصندوق. كويس جدا. واللي ساعدتني فيها طبعا الاداره العامه لرعايه الشباب ودكتور ماجد نجم طبعا، ربنا يبارك فيه يا رب. يعني احب اعرف ايه ملخص سريع مدربي المستقبل، ايه الجديد فيها؟ هو كل القصه ان احنا بنشتغل على فكره ازاي يكون في، احنا مصر هنا محتاجين مليون مدرب، مليون لمليون و250 مدرب
كويس؟ تمام. فبالتالي بنجيب بعض طلبة الجامعة اللي شايفين عندهم القدرة على العرض والإلقاء وعندهم مواهب في قدرتهم على السرد والقصص ويكون حكاء وعارف يتكلم كويس وعارف وليه كاريزما. وطبعا ليه كاريزما دي اساسي. بتختاروا كاريزما يعني لانجويج كمان. مين اللي بيختار بقى دكتور؟ ما دي في معايير. ايوه في لجنه تحكيم موجوده وفي معايير رائع جدا. بيجي ثلاث طلاب من كل جامعه معاهم الاشراف بتاعهم وبيبدا لجنه التحكيم تشتغل كويس جدا وبتبدا تقيم على اساس المعايير دي. وكانت دكتوره امنيه كانت مع جامعه المنصوره من فريق جامعه المنصوره وكان جامعه المنصوره بصراحه خدت المركز الاول على مستوى الجامعات المصريه. مبروك دكتوره امنيه. وكان عندها قدره على العرض وعندها قدره على الالقاء صحيح صحيح وكانت قادره ان هي توصل المعلومه. وكانت اول مره التقي بيها بحقيقه المره اللي فاتت دكتوره امنيه واول مره اقول لك ده على الهواء الحقيقه ده اعتراف مني يعني ان بامانه تمتلكي الكاريزما بجد وتمتلكي الاسلوب الرائع. استاذه مروه من القاهره اهلا وسهلا. الو ايوه ممكن اتواصل مع دكتور ياسر من فضلك؟ اتفضلي يا فندم. دكتور ازي حضرتك اولا؟ اهلا بيك. بس عن يعني هو بعيد شويه عن الشخصيه الكاريزميه. ليا اختي يعني هي وصلت لمرحله دلوقتي انها خلاص فقدت الثقه في نفسها تماما تماما لدرجه ان هي نفسها بقت ترددت ان انا لا انا وحشه انا لا استحق ان انا اكون زوجه لا استحق ان انا اكون ام. كل ده طبعا بسبب معاملة الزوج يعني فهو للأسف فخلاص هو الشغل دمرها يعني. فبس عايزة أعرف يعني هي إزاي تتعامل مع الشخص ده وإزاي تكمل حياتها وتسترجع تاني الثقة في نفسها. طب هي قبل الزواج قبل الزواج كانت فاقدة الثقة في نفسها؟ لا لا خالص. أو كانت ثقتها بنفسها ضعيفة شوية ولا كانت شخصيتها قوية ومتزنة وبعد ما تزوجت حصل ده؟ لا كانت متزنة طبعا. متجوزة بقالها قد ايه يا مدام مروه؟ بقالها 5 سنين. بصراحة أنت كحكم عدل بدون يعني محاباة عشان أختك يعني شايفة إن جوزها فعلا هو اللي أثر فيها وغير فيها للدرجة دي جالها الكبت يعني؟ هو أولا مفيش حد كامل لا هي كاملة ولا هو كامل يعني الكمال أصلا مش في صفة البشر عموما. تمام؟ لكن في يعني صفات او في طباع ممكن ان هي تتعايش معاها. تمام. لذلك في طباع الزوج ممكن يتعايش معاها. ايه اللي مش قادره تتعايش معاه؟ ايه اللي مش قادره تتعايش معاه؟ هو بقى شخص غامض فجأة غامض جدا غير صريح حتى مش عايز يفصح عن هو يعني طب ايه مشكلته طب ايه اللي خلاه ان هو يغير نظره فيها تماما كده. ما جايز على علاقه بحد يا استاذه مروه؟ جايز على علاقه بحد في الشغل مثلا؟ جايز كل شيء جايز. تمام. فهي عايزه تعرف دلوقتي هي خلاص يعني شبه وصلت لطريق مسدود معاه في ان كل طرق الصلح وطرق ان هو تسترجع شخصيتها وتسترجع حياتها وتسترجع طبيعتها الاولى يعني فبس انا عايزه اسمع دكتور ياسر رايه ايه في المرحله اللي هي وصلت لها دي. هي خلاص وصلت لمرحله ان هي عايزه تنعزل تماما مش عايزه تتعامل مع حد مش عايزه تقابل حد. هل ده كله عشان هو شخصيه غامضه؟ لا يا مدام مروه. نعم؟ كل ده عشان هو زوجها غامض؟ ايوه التغيير حصل تغيير مفاجئ في شخصيته وفي حياته وفي اسلوبه معاه. عاوز امسك حاجه ماديه سبستانشال حاجه ماديه اقول ده زوج فعلا ليستحيل مع العشره هي ايه؟ يعني هو كان في البدايه شخص طبيعي الى حد ما وبعد كده بقى تحاول ان هو بدا يتطاول عليها لفظا وتعاملا وكل حاجه ووصلت لتعامل البدني وايذاء نفسي وايذاء بدني يعني الموضوع معاها تطور لمراحل مش كويسه. تمام عموما شكرا ليكي مدام مروه هيرد عليكي دكتور ياسر شكرا ليكي. اتفضل. خلينا نبدا في البدايه خالص نقول ان مفيش اي حد يقدر يقتحم شخصك بدون اذن منك. مظبوط مظبوط. النهارده دايما في العلاقه ما بين الزوج والزوجه المفترض ان ربنا حط لنا دستور لهذه العلاقه. الموده والرحمه. ليه؟ لان هما من انفسنا. وفي قراءة تانية من أنفسكم. أيوة. ومن أنفاسكم. صحيح. يعني في كذا الشاهد على الكلام من النهاردة. أيوة. إذا حضرتك النهاردة سمحت لي إن أنا أكلمك بأسلوب غير لائق. أيوة.
المرة الجاية هتسمح لي غصب عنك خلاص تفتحت لي الباب. ده مش كده وبس، في حاجة اسمها دايرة العشم. ايوه دايرة العشم. تمام. ما انا بشتمها، ما انا قلت لها قبل كده سي مثلا اي لفظ وهي استزجت او اهانها بالظبط. طب ما انا قبل كده ضربتها ما عملتش حاجه، عيطت وخلاص وانا جيت طبطبت عليها وخلاص الموضوع انتهى. لا، في امور معينه لابد وان يكون هناك وقفه، مش دعوه ان منها يعني. طبعا. الرسول عليه السلام والدين، ومفيش اي دين في الدنيا امر بالضرب للمراه، ده الرسول عليه السلام كان بيضرب السيده عائشه كعقاب، نوع من العقاب المهين بس. يعني يضربها بديل العبايه. بس بعض الناس دكتور قالوا حتى ربنا هو رحيم قالوا اضربهن. ايوه، ايه نوع الضرب؟ يعني ربنا لو رحيم. في رسول الله اسوه حسنه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيضرب بالسواك. رغم بعض المفسرين قالوا الضرب الضرب في الارض وبتاع وما شابه ذلك. لا 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 لا، لكن قالوا اضربهن يعني ربنا اضربهن يعني. ما حددش تضربهم ازاي. ايوه. وكمان كلمه الضرب دي امتى؟ ده في خيار. في اول حاجه الهجر في الفراش، في بعد كده في درجات. درجات للعقاب، مش العقاب كده مفتوح. مظبوط. لا، ما هو النهارده اللي بتضربها دي ما هي ابنه. ايوه. ما هي اخت. صحيح. ما هي صديقه. تمام. كل الحاجات دي كلها ما هي. طب انت بتعمل ده كده ليه؟ يبقى انت المطلوب ان انت اللي تتعالج مش حد تاني. مظبوط. في ناس متعوده في حياتها منذ نعومه اظافرها بيشوف والده ووالدته في نقاش وفي نقار وفي مشاكل وبيوصل للضرب، مفيش حاجه بتيجي لوحديها. هل الضرب يؤدي للانفصال دكتور ياسر؟ بسال مره حد على الهواء في اتصال تليفوني، جوزي ضربني بالقلم على وشي، طلبت منه الطلاق، اتطلقت معاها ولد دلوقتي طفل. فهنا بقيت في حيره، اقول لها ايه؟ هل الضرب، وطبعا الضرب ليه درجاته، يعني الضرب ما وصلش للإزاء زي ما حد مره ضرب واحده 13 غرزه خدتها وما زالت عايشه معاه بالمناسبه يعني، تمام؟ وضربت مثل تاني مشاهدينا الكرام، قلت واحده من الفلاحين ابائنا واخواتنا قالت له ضربني، جوزها بيضربها بس ماسك حاجه كده خشبه كبيره بيسموها الفلاحين وقافه، واحنا كلنا فلاحين. قالت له ايه دكتور ياسر؟ اضربني بس مش قدام الناس، اضربني جوه. مش دي برضو سيده دكتور؟ قوه التحمل هنا اللي حضرتك بتتكلم فيها. انا بس انا بقول الكلام ده بالمناسبه وانا متحامل، انا عارف على مدام مروه واختها عشان نعيش. ما مش كل واحد دكتور هيجي متعصب في شغله وضغط العصب النهارده ونفسي ولا بين الناس يعني، تمام؟ نقول يا لا اوعي تسمحي له واوعي يضربك تاني، ولو ضرب تنفصلي يطلب الطلاق، هنلاقي مجتمع متهدم. انا اسف. اتفضل. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. مساله الضرب عموما مساله محتاجه وقفه ومرفوضه. بس اصل النهارده طبعا اصل الضرب ممكن يؤدي الى مرحله تانية اكبر. ايوه يعني في مثلا ضرب يؤدي الى ارتجاج في المخ، ضرب يؤدي الى الموت والوفاه. خلاص. لا، احنا بنمنع الشيء قبل ما بيحصل. ايوه. انت بتضرب ازاي؟ وايه انت، هل انت متدين؟ هل انت ملتزم؟ طيب ما دام انت ملتزم الدين ما بيامركش بكده. مظبوط. انت مش ملتزم لا اجتماعيا ولا على المستوى النفسي، يديك الحق انك تضرب كائن زيك بني ادم. الواحد فينا لما يتعصب دكتور وهو راجع من الشغل هيتعصب ايه؟ لا يملك الا الكلام. يعني راجع من البيت، وهنا طبعا بيرجع للذكاء الاجتماعي لدى حواء. دي حقيقه ولا غلطان؟ دي حقيقه. صح بالظبط. هل تملكي يا اخت مروه الكريمه الذكاء الاجتماعي تقابلي زوجك امتى وهو جاي من الشغل ومتعصب، وتطلبي منه طلبات البيت امتى، وتكلميه في احتياجات المهمه امتى، ولا كل حاجه؟ لا، وفي حاجه تانية، مالك مش لكل مقام مقام ولا ايه؟ كلمه مالك الذكاء الاجتماعي ولا ايه دكتور؟ كلمه مالك مثلا. مالك. مالك في ايه؟ مالك. 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 لحد ما ايه يتخنق يخرج عن شعوره. لا، انا بشوف ان في العلاقه اللي بين الزوج والزوجه، عارف لو شافته هو متضايق وراحت جت عملت له مثلا كوبايه ليمون كويس، طبطبت عليه، لما ترتاح خالص يبقى تكلم مثلا، تهدي الجو جوه البيت، تختار المكان والزمان. ما هو ده بقى ده الذكاء الاجتماعي. بنتكلم في الذكاء الاجتماعي ولا ايه؟ بالظبط، وبنتكلم في خبره. هل تملك حواء النهارده، معلش انا اسف، في الوطن العربي مش مصر بس، الذكاء الاجتماعي دكتور ياسر؟ بص، احنا دايما ما بنعممش في اصول المنهج العلمي، احنا ما بنعممش دايما بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقول في البعض. طب كيف تملك حواء وازاي كنا بنتعلم طبعا الذكاء الاجتماعي في التعامل، في يعني من احلى العلوم العلم التواصل الاجتماعي، لدرجه مره في محاضره ما انساهاش حد 55 سنه بيقول انتوا جايين تعلمونا الكلام ده بعد ما خلاص كان فين الكلام ده من زمان، واخد بحضرتك، اللي هي فكره بالعين اعرف زوجي عاوز ايه وتعبان ولا لا، زعلان ولا لا، اكلمه امتى، اطلب منه الحاجات احتياجات البيت امتى، مش كده ولا ايه دكتور؟ حرم على النار كل هين لين سهل.
ايوه شوف الحل جاي في حاجه بسيطه خالص. انت النهارده لما تشوف، ما هو وارد ان على فكره خلي بال حضرتك في احد النجوم اللي كان عامل فيلم الكاريبي اللي هو قراصنه الكاريبي مش فاكر اسمه قوي، ده كان رافع قضيه في المحكمه بيطالب ان زوجته تبطل ضرب، ما تضربوش، زوجته تضربه ضرب مبرح. ايوه انت متخيل؟ ايوه. فبرضه على النقيض الثاني، ما هو في برضه في وفي يعني في رجاله مفتريه وستات مفتريه برضه. طيب اختي مدام مروه تعمل ايه؟ طيب لا بص اقول لك على حاجه، هو من البدايه خالص زي ما قلت لحضرتك على حاجه الانزاليه، يعني مش عاوز اتكلم مع حد بالظبط، انت اللي سمحت للي قدامك ان هو يقتحمك او ان هو يعمل حاجات معينه انت رافضها. طب عشان طيبه يا دكتور، هي بتعمل كده عشان بتحبه حضرتك معايا، ان النوايا احيانا النوايا الحسنه بتبقى الطريق للهلاك. يعني لازم اقف قصاده دكتور؟ مش تقف قصاده، في امور تانية كتير. هو النهارده لما جه يتزوجه مش كان في شهود؟ مش في عائلات حكموا من اهلها وحكموا من اهله؟ لازم يضع في الاعتبار او يضع في الاعتبار ان دي بني ادمه، دي انسانه. الحاجه الثانيه الرسول عليه السلام بيقول هن اسيرات لديكم. جميل. الحاجه الثانيه ان الرسول عليه السلام بص على خليه اسوه في حياتك، ان هو مين؟ تمام. كان بيتعامل مع زوجاته ازاي؟ تمام. بلاش شوف على مستوى حتى الناس اللي على قدر عالي من العلم والثقافه بتلاقيهم بيتعاملوا ازاي مثلا. كويس. النهارده كان في كلمه كان بيقولها دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، قال لك رايك فيا لا ولن يدل عليا. انا النهارده بقول لحضرتك مش واثق من نفسك، انا بقول لك ماشي ده رايك وتتكلم بمنتهى الانسياب ومنتهى المرونه، ده رايك احترمه. صحيح. انت صح مظبوط، ولكن يعتمد على مين؟ ثقافتك، اخلاقك، تربيتك، برمجتك، سيكولوجيتك، اذا فده رايك. صحيح، كلام مظبوط طبعا، يعني كلمات مؤثره جدا دكتور ياسر. طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ياسر عبد المنعم، استشاري التدريب وخبير التنميه الذاتيه واداره الاداء الانساني ومدير وحده برامج التنميه البشريه بجامعه حلوان والمدير الاقليمي للجامعه الدوليه الاب امريكا اللاتينيه فرع القاهره، نورتنا وشرفتنا. سعيد بهذا التواصل دكتور ياسر، شكرا جدا واستفدت كثيرا. وطبعا اتمنى تكون هذه الرسائل وصلت لمشاهدينا الكرام. واختم بحاجه، ان لازم نغير من نفسنا، وبضرب حضراتكم مثال اب بعت ابنه عشان يشغلوا عنه ساعات وساعات، يعمل ايه هذا الاب الكاتب الكبير عشان يشغل ابنه؟ اعطاه لعبه الجيكسو وكانت عن خريطه العالم، ظنا من الاب ان هذا الابن سينشغل عن والده ساعات وساعات، اذ فوجئ هذا الاب ان الابن قدم اليه بعد سويعات او دقيقه او دقيقتين، فتعجب الاب وسال ابنه ماذا فعلت؟ قال له يا والدي لقد وجدت خلف خريطة العالم صورة إنسان، فلما أصلحت صورة الإنسان فانصلح العالم، فلو انصلح الإنسان لانصلح العالم. مش كده ولا إيه؟ تحياتي لكم مشاهدي الكرام، هذه تحياتي إبراهيم التحيوي، أرجو لكم جميعا أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.